السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعى الناخب الوطني جمال بلماضي لتدعيم صفوف المنتخب الوطني الجزائري بالعديد من المواهب من مزدوجي الجنسية الناشطة في مختلف الأندية الأوروبية. ويواصل مدرب الخضر جمال بلماضي مراقبة موهبة فريق تولوز الفرنسي فارس شعيبي الذي من المنتظر أن يكون جديد الخضر في معسكر شهر مارس القادم الذي ستتخلله مباراة مزدوجة ضد النيجر برسم تصفية أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار. وأكد مصدر مقرب من الجهاز الفني للخضر تفيد بأن المدرب جمال بلماضي يعاول كثيرا على هذا اللاعب الشاب لتقديم الإضافة للخضر بعد أن أعجب كثيرا بإمكاناته، إضافة إلى أن كونه متعدد المراكز على أرض الملعب في المباريات. ووفقا لنفس المعلومات فإن الكوتش بلماضي يرى في فارس شعيبي أنه اللاعب القادر على خلافة المخضرم سفيان فيغولي الذي ترك فراغا كبيرا في تشكيلة الخضر كونه قضى النصف الأول من الموسم الكروي الحالي من دون فريق. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.